المعلومات تلقتها مصالح امن ولايه خنشله مفادها قيام احد الاشخاص بانشاء ملبنى بدون ترخيص. تنقلت عناصر مصالح امن ولايه خنشله الى عين المكان وبالضبط الى المحل المتواجد على مستوى حي لورباكو بلديه خنشله، اين تم حجز ازيد من 1800 كيس من ماده الحليب سعه 1 لتر من منتوج اوراس وحليب البقره. كذا تم حجز مجموعة من أكياس بلاستيكية فارغة بالإضافة إلى آلتين لمخض وتحضير الحليب. على إثر ذلك تم إخطار السيد وكيل الجمهورية بخصوص الغش في مواد تغذية الإنسان، بالإضافة إلى الغش في مواد استهلاكية مع العلم أنها مغشوشة، وكذا إنشاء محل تجاري بدون القيد في السجل التجاري، بالإضافة إلى عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية.